إيش كان ده يسقسي أديرا الشاب أريتني نكيجي الشاب داري 20 مسكوث أرقرخ الكلية نطب يموت الوالدينو ما يديزرين الفترة اللي كران وكل مسؤوليات كل شيء نتقمي العائلة لن تفلع إلا داري نقمان قرن ولكن دوري سكاريات وكان كروستان اللي كرانين داري للطراب يقودن غير نفسينو كسدح بزاف المرض أرتك سدح الموت أرتك تش كانت كالحالة هذه التنين تنتي غصادها تمتكي ولازم تكون لغي كان كان لفكر كل شيء خشنين فتيخ دار يضبيب نفساني إني أتيكي دارك القلق دارك تقصد بزاف يكفي كلام الدواء ولكن إنه تستعمل الحمد لله إهدي ربي تبارك وتعالى ورحت وغلت ربي تبارك وتعالى ورحت ربي أتدعوه أسفل الله نكرر الحمد لله صح صح كثير ما يفور كنا الأغولين ورحت على قاح القرآن أتطلع تمسكيدا وكان سقسينه يزد الحالة دينه لغله إذا تضلب الدواء نغده ولا غير المسائلات كانت كله من الشيطان جاب فسق سياد هن أمومن هن أمومن أريز دار أي استغنى في ربي تبارك وتعالى أتنت سبحانه وتعالى أدي التوين ما يفكين يستين ما يخشن وكل الذي تريد ربي تبارك وتعالى هن أفركي تسكرت هن غارس إصحان غارس جدان يتغارس يسقم أتكيت وكل الموت انت أتي تقال الحق في كريجتين الحق في كل ميان كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى يكتب في الله سيمت أيضا ربي تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وكان بنادم كنارة يسكرت دينارة يسكرت هانو رزدار أنا فلاسي ستي ألا فلاسي قدر ربي تبارك وتعالى إلي قسنة الموت وكان تقصد ويمكن أن ستين تمنادم فتاعتنا ربي تبارك وتعالى ولكن يخصي لي العكس بنادم يقصد يخصد يوري سوارسنا ربي يوري دم فتاعتنا ربي تبارك وتعالى يتين كله ما يستخدم ربي تبارك وتعالى غدا يتيني يا العالم ترحم ربي اسمي سيبنو قدامة هن تقصد قانت أصلابنا ربي أرسلت التوي ربي تبارك وتعالى اسم جنس باش أد السيقوت نغ العلم السيقوت نغ العمل باش أدني سقى ربي تبارك وتعالى يتضررت لفلكينين وكان تقصد التوي نتباب نسنت كي قاند الهموم لكي قاند الأمراض أركو التوي نت تقصد بنادم أي قنط غن رحمة ربي تبارك وتعالى وكان هكذا تقصد هذا نخ خشنت ورجين تقصد لي فوركيني وكان هنا بنادم ما نقول سيس كان أنش كان هو من ضغوط الضغوط اللي في الستينين وراي ترضو سن القضاء ربي تبارك وتعالى أشكون كني ملا غن ترضو صغلها حتى حصل تكون ما هي جران ملا عصرت ترضو أسنت نتمن أن تني قدر الله وما شاء فعل هان ورد كل سيحش كانش كان المرضة اللي تنغ القلب ولا تقلقين ولا كل يأس نقل ختلين وكان بنادم غير أي نجو يحفتر بغلا مرضات للأقل للقلقات للمسائل اللي اتفع إخصاء أي رضو أي رضو سمت يصيبن كم مدفلسي قوسن دار ربي تبارك وتعالى أساسي رضو يسنيست كدار ربي تبارك وتعالى يحقق يمن ومسلمات يحمد ربي تبارك وتعالى لي غي قال لا سي قال امر غير غيكاد اشكو الا متي تاع متي درعان اي نادي جوز نفس بنادم اللي اسمه قول وليد درعانين يغفر لك جوز الدين يلف لك الدين يخسر تسنتي لا في الله وقارنا دقرنا الدين يغفر لك جوز المرض يخسر تسنتي لا ما يمرض ما يمرض نور صحي وقانكي يغدور بي متكرر العائله يخسر تسنت اقتصنت إلا ما يموت قارنا إلا ما يموت بس دين الناس إلا ما يموت مكوز ميدن ولا كرت غلا عائلة أيام المنادم سقدر ربي تبارك وتعالى التيني قدر الله وما شاء فعل وكان حالة دي سنيت غلاد أقمع يقدر تحتاج أضبيب يقدر أتحتاج أضبيب ولكن الأغلبية ميدن أتيلت دان دار أضبيب هان أراك مريض أراك احتاج صدبيب التيني الدكتور اسمه الدكتور الفاريز هاني انك كي جات كوز كي جات كرد
أريتني كريقات كوزميدن أغسموس لتداني دارو طبيب كريقات كوزميدن أغسموس لتداني دارو طبيب أنو راكم ريدن إساكا قيسنتي لي الخوف تقليقة الكراهية دبايلان ما تنتمز نغول لنزن أما هنور مريضن وكان بنادن أي اسمه قول اللي ربي تبارك وتعالى لغد يقدر سيدنا يعقوب عليه السلام افتايسي يوسف لغتي وينتر ايتمس جلونتين وكان الفلاسيالا اللي غسيفت البصار مس يعني غير قلتوا العلماء هن القلق أريد أطرف صحت بنان عائشة رضي الله عنها اللي غدخ فلس سوي المنافقين أرتنين لغفلسنا الأمر للإفك حادث الإفك أرتلا اللي غد الناس أفلس دور بطرق اللي غدنا ظننت أن الحزن فالق قلب كبيدي أرتني أرى الله اللي غد نصفي هن التقليقة أرتبق أولينو أرداه التني إن الدكتور اسمه حسن شمسي باشا يا مصري أرتني هن لقتلي تقلق بندم أرت الدتنس أرتلقيت المادة غدام أرستني الأدري نالين وكان المادة اللي تلقنا غدام ناقودين يخلق بندم أرتل التنسيو أر القلب نس أركت الجهد ناقودين أريس حس بندم أرترقيقي أريس حسوس ندوكان ستنسي غير الدحيط غير بلاسنس وكلمة كل يوين غير كان أتي تيبي بندم أدوس عدابة غيونس لقود التقلقة لقود الهموم لقود الغموم أيام البندم سلق قدر ربي تبارك وتعالى يرد سربير فلاسي هلا أريد دار ربي تبارك وتعالى أن فلاسي ستي ما يوفى وكان المسائد كله أيشتغل بندم سلإمام ربي تبارك وتعالى استقوانس للمحافظة في الأذكار الأوراد الشرعية من بين أذكار اللي سيفور كيف أنه تنتيني يغيس حسازون المهمد الغمد للقلقاء الحديث لدرواء أنس أفلس وضربي تبارك وتعالى لغنى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال بيقان ضلع الدين يعني تزيت الدين ده الغلب تنس اشكو الدين تغلب من الفلاسي توزي يشكو داه الحديث ارواتيد عبد الله بن مسعود افلاسي توزي ربي تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اصاب احد قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانا فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يشكدح الحديث يروي سعد بن أبي وقاص فلسي ذو ربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنو رسس دعوك رو مسلم سكال حجد أبلغي سيستجبر ربي تبارك وتعالى.